قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسابي. إن ذكرت والدك بعد موته تتذكر أنه بمجرد موت الوالد فقد ابتدأت برا جديدا وهو البر بعد الموت، وهذا من أصدق البر، لأن البر في الحياة قد يكون مجاملة وقد يدخله الرياء وقد يدخله ثناء الوالد والوالدة، لكنه بعد موت الوالد والوالدة لا يسمعك إلا الله ولا يراك إلا الله، فأنت في أصدق البر وأخلص البر وهو البر بعد الموت. وثانيا شدة حاجة الوالدين، لأن الوالدين بعد الموت أشد حاجة إلى البر منهما في الحياة، لأن بر الحياة لقضاء مصالح الحياة، أما إذا ماتا وارتحما فإنهما في قبر لا يعلم ما فيه إلا الله. فالرحمة الواحدة منك والدعوة أن الله يرحمهما تساوي شيئا كثيرا. وكم من أب في ظلمة قبر نورها الله بفضله ثم بدعاء ابنه له، وكم من أم في ظلمة قبرها وضيق لحدها نور الله عليها وأفسح لها بفضله ثم ببر أولادها لها. فالبر بعد الموت أشد ما يكون حاجة، والداك بحاجة إليك الآن ولو كانا صالحين، فإنك تسأل الله أن يزيدهما وأن يفسح لهما في قبريهما وأن ينور لهما، فتذكر أنهما أحوج ما يكونان إليك في مثل هذه الساعة. البر بعد الموت بر حاجة وشدة في الحاجة، فإذا قلت اللهم ارحم والدي وأفسح لهما في قبريهما ونور لهما فيه، أفسح للوالد في قبره والوالدة، الوالدان أحوج ما يكونان إليك الآن بعد الموت، فتشهد همتك على أن تكون خير والد لوالديه وخير ابن وخير بنت لأم أبيها. لا ينسى ولا تنسى، لا تنسى أما طالما ربت وأحسنت، فيوضع بين يديك الطعام فترى جميل الطعام، فتذكر أما طالما قدمت إليك. قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسابي.